مش بس كده، حصل كمان تهديدات خارجية، تهديدات خارجية، لأنه الحقيقة زي ما قلت لكم، وأنا الكلام ده والله الذي لا إله إلا هو، من يناير 2013 وأنا بقول إن الإمارات بتسعى إلى وقد أي مشروع على قناة السويس أو البحر الأحمر عشان جبل علي. الإمارات بتدخل سنويا من اللي بتعمله في جبل علي مليارات لا تعد ولا تحصى، رقم كبير جدا يعني، يعني كان من 5-6 سنين 365 مليار دولار، مش الخمسة مليار بتاعتنا، أنا جبت الرقم ونشرته، من 5-6 سنين كان 365 مليار دولار. قصة مش سفينة عادي، رغم إن جبل علي فوق، ولو عرضنا لحضراتكم الخريطة هتلاقي قناة السويس ماشية كده عادي جدا، ممر طبيعي، الإمارات أو جبل علي هتلاقيه كده في الناحية دي، يعني السفينة لازم تلف حول الخليج العربي عشان تروح جبل علي، عشان قصة كبيرة جدا. بينما أنت عندك 11 أو 10 أو من 10-11% من حجم تجارة الأرض بيمر من قناة السويس مباشرة، يعني أنت أول لقاء بين أوروبا وآسيا عندك، وبالتالي حضرتك لو كنت عملت خدمات لوجستية أو مشروعات زي اللي كان بتتعمل من دكتور مرسي، كان زمان القناة دلوقتي بتجيب لك مليارات، وبالتالي كنت هتقطع الطريق على جبل علي. عشان كده الإمارات ما مولتش القصة دي كراهية في الإخوان المسلمين زي ما بيدعوا، وده أنا قلته زمان قوي قبل الانقلاب، القصة كلها اقتصاد. لو إن القناة اشتغلت زي المشروع اللي كان متخطط ليها، كان زمان الإمارات دلوقتي فعلا بجد بلا مبالغة يعني عادي جدا دولة عادية عايشة على ثرواتها الطبيعية، لا نتمنى لها الفقر طبعا، لكن كانت كل القصة أو الليلة اللي فيها الإمارات دي كانت وقفت، لأن السفن اللي جاية من آسيا هتركن في القناة، والسفن اللي جاية من أوروبا هتركن في القناة، وهنا يتبادلوا البضاعة، بدل ما السفينة تيجي من آسيا تروح أوروبا، لا تبقى في نص المسافة يلتقوا، نفس الخدمات اللي بيقدمها أو بتقدمها الإمارات في جبل علي.